اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح على طول لزميلنا كريم احمد ايضا من مقر النادي الاهلي في الجزيره ونشوف برضو مين مع كريم. اتفضل يا كريم. بجد تحليك من جديد يا كابتن اسلام الشاطر ومستمرين معاك طبعا تغطيه خاصه لانتخابات النادي الاهلي الاكثر من رائعه الحقيقه، وعي كبير بناكد عليه كل مره يا كابتن اسلام، اليوم النهارده كان اكثر من رائع، لكن الحقيقه في هذه اللحظات بينضم لي طبعا احد القامات الكبيره جدا طبعا اللي بتنال حب كبير جدا من داخل مقر النادي الاهلي وداخل النادي الاهلي المهندس خالد مرتجى. خالد بيه برحب بيك في البدايه، يوم رائع ومميز جدا ووعي كبير الحقيقه من عضو الجمعيه العموميه، رغم الكوفيد 19 ورغم الزحام لكن حضور 22000 يتواجد داخل النادي الاهلي شيء ورسالة كبيرة جدا لعضو الجمعية. أولا بمسي على كابتن إسلام الشاطر وبمسي على الصديق عصام شلتوت. بص يا كريم، ده وعي الجمعية العمومية، الجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي دايما الواحد بيراهن عليها. الحمد لله النهاردة أنا شايف إنهم جم عشان يقدموا رسالة حب للكابتن محمود الخطيب حقيقة، ودي كانت هو ده الحب بقى الكبير. طارق بيه لازم تبقى معانا، طارق بيه برضه لازم تبقى معانا، لازم تبقى معانا لان خالد بيه يعني الكبير بتاع كل شباب المجلس. اه والله العظيم وش سعد ده والله كبيره جدا. خالد مرتجي حاجه تشرف تشرف تشرف، ربنا يخليه يا رب للنادي الاهلي. ربنا يخليك يا حبيبي في الظل، هم دول ولاد النادي يا رب. يا رب خالد بيه والروح كبيره جدا بين الجميع الحقيقه. فالحمد لله طبعا انا كنت سعيد بالجمعيه العموميه الحقيقه، لما تلاقي ناس تقول لك انا جاي والله عشان اديك صوتي، انا جاي من ابو ظبي النهارده وصلت الفجر، واللي يقول لك انا جاي من المانيا، فدي ناس عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه قيمه مين اللي يبقى المفروض مجلس اداره النادي الاهلي. فانا بقول ان هم جايين النهارده يدوا رساله حب فعلا للكابتن محمود الخطيب، لان الراجل ده الاربع سنين اللي فاتوا الحقيقه يعني ما فيش حاجه وعد بيها الا ما الا فعلا نفذها، يعني برنامج عائله الاهلي. وان شاء الله باذن الله انا بقول ان احنا عندنا اربع سنين كمان لو ربنا كرم القائمه بتاعتنا، الاربع سنين الجايين ان شاء الله يبقى استكمال لبرنامج عائله الاهلي، وهيبقى فيه ان شاء الله شغل كويس جدا، وباذن الله تعالى دايما النادي الاهلي يبقى هو سبب السعاده وسبب البسمه على شفاه كل الاهلاويه. خالد بيه سر نجاح اليوم النهارده الحقيقه الاداره التنفيذيه، يمكن عملت مجهود رائع ومميز جدا، الترتيب والمساحه الكبيره اللي شفناها، احنا بنقارن طبعا بالانتخابات الماضيه لان النهارده الكل بيشيد، كل عضو بيخش بيشيد من الاداره التنفيذيه والاداء الرائع والمميز ده، كعضو النادي الاهلي بعيدا عن المرشح، شفت الامر ده ازاي خالد بيه؟ لا شايف طبعا ما فيش شك ان الاداره التنفيذيه كلها عملت مجهود يعني رائع. اديك شايف الخيمه حاجه جميله جدا، خيمه معموله مفتوحه، يعني كانت الدنيا كويسه، التصويت كله النهارده 100 حاجه و50 لجنه تقريبا، 158 لجنه، فما فيش شك ان كانت حاجه محترمه، وده مش بعيد عن النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيعمل حاجه دايما بيعمل حاجه على اعلى مستوى. انا عارف ان لسه طبعا مش هنتكلم على الحسم، لكن كل المؤشرات اللي احنا بنشوفها بتقول نجاح القائمه بالكامل، وهو ده اللي بنقول عليه ان شاء الله، منتظرين الساعات القادمه خالد بيه عشان يكون الاعلان الرسمي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كده، وزي ما قلت دي تبقى رساله حب من الجمعيه العموميه الواعيه المحترمه اللي بتحب ناديها لكابتن محمود الخطيب. اخيرا كلمه لكل عضو شارك النهارده وتعب ونزل وتحامل على نفسه لنجاح النادي الاهلي ورسم مستقبل النادي الاهلي. انا بقول ان الجمعيه واعيه، كل عضو واعي، سمع الندوات بتاعت الكابتن خطيب، سمع الكابتن خطيب مع شوبير في التليفون في التلفزيون وهو بيقول ان صوتك مش ب 1000 ويمكن ب 5000، فهم جايين عشان يعني يدوا صوتهم اللي هو بيعبر عن الجمعيه العامه زي ما كان الكابتن خطيب بيقول، اللي هو جماهير النادي الاهلي اللي هي ب 80 مليون. فان شاء الله باذن الله تعالى القائمه بتاعتنا كلها تكسب، وان شاء الله باذن الله نعمل اربع سنين كويسين، ودايما النادي الاهلي يبقى فوق، نحافظ على الانتصارات ونحافظ على الانجازات، وفي نفس الوقت نحافظ على عضو الجمعيه العموميه ونديله الخدمات اللي هو يعني تليق بيه واللي هو فعلا يستحقها باذن الله في الاربع سنين الجايين. شكرا شكرا جزيلا. بنشكر اكيد مهندس خالد مرتجى.